ماذا كان ردة فعل العرب عندما سمعوا القرآن؟ كيف انتشرت اللغة العربية؟ وما هو قوة اللغة العربية؟ ما هو العصر الذهبي من اللغة العربية؟ سوف نعيش مع قصص لأناس عندما سمعوا القرآن من محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام. سوف نندهش من هذه المواقف التي سوف نسمعها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعين قناتنا في اليوتيوب، قناة الداعية الكفيف رياض البلوشي. لا تنسى أن تضغط اشتراك في القناة وزر الجرس، واكتب تعليق في الأسفل مما استفدته من هذا الدرس، واضغط إعجاب في المقطع وشارك إلى أصدقائك وكل من تعرف. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالعرب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. هناك عرب عاربة، أي هم أصل العرب، يعرب ابن يشجب ابن قحطان، وقبيلة قحطان العربية هم من العرب العاربة، من العرب العاربة. وهناك عرب بائدة، أي أنه أهلكهم الله سبحانه وتعالى، وهم عاد وثمود وغيرهم من الأمم الذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى. وهناك عرب مستعربة، أي أولاد إسماعيل عليه السلام. فإسماعيل عليه السلام ليس من العرب، لكنه تزوج من قبيلة جرهم العربية، وأصبحت سلالته هم العرب المستعربة، والذين منهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان العرب معروفون بالبيان، وديوان العرب هو الشعر، والشعر كان ينتشر بين الناس، فهو أقوى وسيلة تواصل بين الناس هو الشعر. فالشعر أحيانا يرفع قوما أعلى عليين. تخيلوا أنه يقول بيت من الشعر قبيلة غير معروفة، أو بيت غير معروف يصبح بيت مشهور. يأتي شخص إلى شاعر فيعزمه عنده، يقول تعال اليوم تأكل عندي وتشرب عندي، فيأتي هذا الشاعر فيجلس عنده فيمدح هذا الرجل. تجد أن هذا الرجل ما في أحد يأتيه ولا أحد يتزوج بناته، لكن عندما يقول هذا الشاعر عنه ويمدحه يأتي الناس ويقفون على بابه لكي يطلبوا بناته. تخيلوا أنتم، يعني واحد إذا بده أنه بناته يتزوج ويجيب شاعر، هذا بزمننا ما فيه، لكن بزمنهم كان ينتشر هذا الشيء، أن الشعر يرفع أقوام ويضع آخرين. الجرير كان في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هجا يوما رجلا من قبيلة نمير فقال له فما كعبا بلغت ولا كلابا، يعني يقول عن قبيلة من؟ قبيلة نمير. فتخيلوا أن الرجل اللي من قبيلة نمير يذكر جد العاشر ولا يذكر نمير، لماذا؟ لأنه يخاف أن يعير، يخاف أن يعير. فتخيلوا قبيلة كاملة وضعت بسبب أبيات من الشعر. والأنبياء عندما كانوا يبعثون يأتون بمعجزة، معجزة تدهش أقوامهم. فموسى عليه السلام أتى بالأفعى، رمى العصا فأصبحت أفعى، لأن السحر كان منتشر أيامهم، فأتى بشيء أعظم من السحر، ليس هو سحرا، هو شيء حقيقي. يعني السحرة كانوا يرمون العصي فيتخيل الناس أنها أفاعي، لكن موسى عليه السلام عندما رمى العصا أصبح ثعبانا حقيقيا، وعندما يخرج يده من كمه من جيبه تصبح بيضاء، وهذه معجزات حقيقية. وعيسى عليه السلام ظهر في زمن انتشر فيه الطب، فعندما انتشر الطب أتى وعالج الأبره والأكمه والأعمى والأبرص بإذن الله سبحانه وتعالى، فكان معجزة لبني إسرائيل. والعرب كانت أقوى قوة لهم، والعصر الذهبي الذي كان لهم هو عندما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم. وكان من أفصح العرب وبلغائهم هم قبيلة قريش، قبيلة قريش. وقبل ذلك انتشر الشعر بشكل كبير جدا، لدرجة أن قريش علقوا في أستار الكعبة المعلقات، معلقة لبيد ومعلقة الأعشى ومعلقة عنترة وإمرؤ القيس وزهير بن أبي سلمى. تخيلوا حتى أنهم في كل سنة يجتمعون في موسم في سوق عقاض، في سوق يجتمعون فيه فيتنافسون في الشعر. تأتي الخنساء ويأتي حسان بن ثابت ويأتون يتنافسون موسم سنوي، مش مثل مواسمنا الآن قال موسم غناء، والله أتى الفنانة فلانية، أتى الفنان الفلاني والفنانة الفلانية. أي فنان؟ هذه تفاهة، هذه تفاهة، قال يغنوا ويرقصوا
واصبحوا فنانين. لا ولا اعجب منه، قال يقول لك ايش شهيد الفن؟ شو شهيد الفن؟ نحن نعلم ان هناك شهيد في سبيل الله سبحانه وتعالى، شو شهيد الفن؟ فكانوا هؤلاء اقل شيء ينشرون الشعر، ينشرون شيء مفيد، مش مثل ايامنا قال فنان، فتان، فنانه، فتانه، ليسوا بفنانين بل هم فتانون يفتنون الناس. والمعاصي سبب بالامراض وسبب بالزلازل وسبب بهلاك الامم وسبب بهلاك الامم. فكان هؤلاء العرب يجتمعون فيقولون الشعر، تخيل ان الشعر عندهم رقم واحد، شيء مقدس. ففجاه يظهر بينهم رجل معروف نسبه ومعروف حسبه ومعروف بصدقه ومعروف بامانته، ولم يقل الشعر في حياته ولا يعرف القراءه والكتابه، فياتي اليهم فيقول لهم يا قوم اني اقول لكم قولوا لا اله الا الله تفلحوا، لا اله الا الله تفلحوا، ويبدا ويقرا عليهم القران، يقرا عليهم القران اهل الفصاحه والبلاغه. فيبدا رسولنا يقرا عليهم بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر. شيء عجيب، شيء لم يسمع به العرب من قبل، ليس شعرا. هم يعرفون الشعر ويعرفون نثره ويعرفون الاوزان ويعرفون القافيه، ليس بشعر، شيء عجيب. وهم تعلمون ان العرب كانوا يفهمون القران في زمن بعثه النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من اناس مسلمون الان. يعني انظروا الى الصور التي سوف نقولها، انظر الى القصص التي سوف نقولها. والعرب هم من أولاد سام، كما قال عليه الصلاة والسلام العرب من ذرية سام ابن نوح، والحبشة هم أولاد يافث، سام ويافث وحاف، ثلاثة، سام وحام ويافث، سام وحام ويافث، هم منهم البشرية كلها. فالعرب أصولهم سامية، أصولهم سامية. فخرج بينهم رسول الله وهم يعرفون اللغة العربية ويعرفون فصاحة اللغة العربية، فيأتي رجل يتكلم معهم، يفهمون المعاني، يفهمون الكلمات التي تقرع القلوب. فيوم من الأيام أتى عتبة، اسمعوا إلى هذه القصة، عتبة ابن ربيعة وكنيته أبو الوليد، أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد، يعني أترك هذه الدعوة وأترك الرسالة، وإذا تريد نعطيك ما تشاء، إذا كنت تريد امرأة أو نساء نزوجك أفضل امرأة عندنا أجملها، وإذا كنت تريد مال نجمع لك المال ونعطيك ما تريد، وإذا كنت تريد ملك نتوجك علينا ملك. تخيل العرب ما يجتمعوا على ملك، لا يجتمعون على ملوك، لم يجتمعوا إلا ثلاثة ملوك، تخيل يريدون أن يجتمعوا على محمد صلى الله عليه وسلم الآن فقط من أجل أن يترك دعوته. وقال إذا يعني فيك داء أي الجنون نأتي بطبيب نطببك. انظر ماذا كان رد الرحمة المهداة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له أفرغت يا أبا الوليد، يعني أنهيت من كلامك؟ وناداه بكنيته، لم يغضب عليه، قال أفرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال اسمع مني، بسم الله الرحمن الرحيم. الآن تخيلوا، استشعروا شو هو شعور عتبة ابن ربيعة. ما بدنا نستشعر شعورنا احنا، تخيلوا هذا العربي الفصيح البليغ يسمع القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، يبدأ باسم الله الرحمن، رحمن وزن فعلان، أي رحمته وسعت كل شيء، وهو رحيم بالمؤمنين. ويقرأ سورة فصلت النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ حاميم. أيها العرب، هذا من كلامكم، من حروفكم، أنتم تقولون ألف لام ميم طاسين حاميم ألف لام ميم صاد، هذه حروفكم أنتم. تنزيل، طب هذا القرآن من الذي أنزله؟ تنزيل من الرحمن الرحيم، هو الذي يرزقكم، هو الذي يرحمكم. ويتأمل عتبة ووضع يديه خلفه، تخيلوا شخص وضع يديه خلفه وينصت، تنزيل من الرحمن الرحيم،
كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. هذا الكتاب فيه تفصيل لجميع الآيات الشرعية، جميع الآيات الكونية، فيه جميع الأحكام. كتاب فصلت آياته قرآنا، يتلى قرآن، يتلى عربي بألسنتكم أيها العرب، لسان عربي مبين لقوم يعلمون. قوم يعلمون هذا العلم ويأخذون به وينتفعون به. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. يقرأ عليهم رسول الله كلام الله سبحانه وتعالى. أعرض أكثرهم، أكثرهم عاند وتكبر وكفر وتجبر. هم يعلمون أنه كلام الله ويعلمون أن محمدا هو رسول الله، لكن متكبرون. نحن السادة، نحن الملأ، نصبح أتباع، يذهب عنا ما كان بنا. أنا والضعيف، أنا والعبد نصبح سواء. أبو سفيان وأبو جهل وبلال يصبح شيء واحد. لا لا لا، أبدا ما يصير هذا الشيء. ويقرأ عليه الصلاة والسلام إلى أن وصل إلى قوله سبحانه وتعالى: فإن أعرضوا. عتبة يسمع، هو معرض. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم. ماذا ينذرهم؟ فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. يا الله، شيء يقرع القلوب. فوقف عتبة ومشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرع، ووضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا، يضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أناشدك الله والرحم، يعني من أجل الله ومن أجل الأرحام، لا نريد أن تنزل علينا صاعقة. ثم ذهب إلى قومه، ذهب إلى قومه. فعندما عاد إلى قومه قال قومه: لقد رجع عتبة بوجه غير الذي ذهب به. تخيلوا، حتى ملامح وجهه، ملامح وجهه تغيرت. تخيلوا كم تأثر، كم تأثر عندما سمع القرآن. وهناك قصة أخرى. يوم من الأيام، شوفوا أن القرآن كيف كان يؤثر بالمشركين، كان يؤثر بالسادة، بالملأ، بالمتكبرين. أبو جهل فرعون هذه الأمة، وأبو سفيان بن حرب وهو أسلم بعد ذلك، لكن كان من سادات قريش، والأخنس ابن شريق الثقفي، ثلاثة يوميا لما يسير الليل ماذا يفعلون؟ يذهبون ويجلسون جانب بيت النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا، يعني الرسول في البيت يقرأ، واحد يجلس بالزاوية اليمنى، واحد يجلس بالزاوية اليسرى، واحد يجلس من الشمال، وما أحد يعرف الثاني، يعني ما أحد يعرف أن الثاني جالس، كل واحد جاي بالسر. فيجلسوا يستمعوا طول الليل للصباح. تخيلوا، يسمع القرآن من الليل إلى الصباح. نحن أحيانا نسمع نصف ساعة لأننا لا نفهم المعنى، لا نتدبر بقلوبنا. عثمان بن عفان يقول: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم، لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. فتخيلوا أبو جهل فرعون هذه الأمة، وأبو سفيان، والأخنس بن شريق، يسمعون القرآن إلى أن يطلع الصباح، ثم يعودون فيلتقون في سكك الطريق، يعني في الطريق يلتقون، فيقولون: نتعاهد، يعني ما راح نرجع مرة ثانية. يعاهدون بعض بعضهم، يعدون بعضهم. قال: لو شافوكم السفهاء وأتباعكم يعني راح ينغروا أو راح يسلموا. فيتفقون. ثم يوم الثاني، يوم الثالث أيضا فعلوا نفس الشيء، فتعاهدوا في الأخير أن لا يعودوا. تخيل كم القرآن أثر بهؤلاء الصناديد المشركين. تخيل كم أثر القرآن بالعرب، وتأثروا تأثرا شديدا، مع أن أبو جهل متكبر لا يريد أن يؤمن وآذى المسلمين، لكن يأتي ويسمع القرآن. ويوم من أيام الرسول يقرأ أما عند الكعبة، يقرأ سورة النجم والمشركين يسمعونه، فيقرأ آيات: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقرأ يقرأ إلى أن وصل إلى آية سجدة. فسجد الرسول فسجد جميع المشركين وراءه. تخيلوا، فرفع الرسول رأسه يقول: أسلمتم؟ فيقول: لا، تذكرنا آلهتنا فسجدنا لها. كبر، كبر. لكن تخيلوا كم كان تأثير القرآن على قلوبهم، تأثير عظيم جدا، تأثير عظيم.
يقول جبير ابن مطعم ابن عدي يقول أتيت من أجل أسارة بدر، أتيت إلى المدينة، هو أسلم متأخر، لكن يقول أتيت والرسول يقرأ في صلاة المغرب سورة الطور. تخيلوا، يقرأ سورة الطور، يقرأ يقول كاد قلبي أن يطير هو يسمع سورة الطور. تخيلوا كم كان هؤلاء يستشعرون القرآن، يستشعرون القرآن. مصعب بن عمير عندما أتى إلى المدينة قرأ القرآن أمام أسعد بن زرارة فأسلم، ثم أتى سعد بن معاذ معه حربة جاي عشان يقتل مصعب بن عمير، فقال له أسعد ابن خالته، قال يا ابن خالتي اسمع، فإن أعجبك تأخذ به وإن لم يعجبك ترده. فقرأ عليه مصعب آيات فأسلم فورا، حتى أن أسعد بن زرارة يقول رأيت الإسلام في وجهه، رأيت الإسلام في وجهه. فتخيلوا كم كان العرب يتأثرون بالقرآن، والقرآن تحدى العرب أن يأتوا بصورة مثل هذا القرآن، يأتوا بآية، لم يستطيعوا، والتحدي قائم إلى هذا اليوم، إلى هذا اليوم. واحد فيهم أتى بآيات أصبح مضحكة للثكلة، يعني الثكلة تضحك عليه. هو مسيلم الكذاب قال الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل ذو خرطوم طويل، يا ضفدع نطي، يعني كلام يضحك منه الأطفال الصبيان. فكل من حاول أن يأتي بمثل القرآن أصبح مضحكة، لكن ليس هناك أحد أتى بآية واحدة مثل القرآن، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. فينبغي علينا بعد أن سمعنا هذه القصص وسمعنا هذه المعاني من اللغة العربية أننا نتعلم اللغة العربية ونتعلم المعاني ونقف مع الآيات. أنتم شفتوا عتبة كيف تأثر بالقرآن، تأثر بكلام الرحمن، يعني كل آية استشعرها. هم لا يسمعون، أي أنهم لا ينتفعون، لكن هم سمعوا بآذانهم لكن لم يسمعوا بقلوبهم. لكن نحن مؤمنون، نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والجنة والنار ونعيم القبر عذاب القبر، نؤمن بهذا القرآن. فالقرآن فيه أحكام شرعية، فيه أخبار عن الأمم السابقة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فينبغي أن نحرك عقولنا وأن نقف مع القرآن لكي نستشعر معانيه، لكي يعني نتأمل حديث عثمان عندما قال لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. تخيل أن تقرأ القرآن وأنت سعيد وتتدبر المعاني، لماذا أتت هذه الآية هنا، لماذا هذا المعنى، وتتدبر المعاني، وكل كلمة لا تعرفها تقرأ تفسيرها، لعشنا أجمل حياة مع القرآن. أسأل الله أن يبارك فيكم ويسعدكم في الدنيا والآخرة. شاركوا المقطع بشكل واسع الدال على الخير كفاعله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.